تعتبر قصة ميثاق العمل الوطني دليلا على رؤية جلالة الملك المفدى في استشراف مستقبل مملكة البحرين، إذ مر الميثاق بالعديد من المراحل التي كان فيها الشعب جزءا لا يتجزأ من ميثاق العمل الوطني. وتجلت إرادتكم الحرة في هذه الموافقة الشعبية الرائعة على الميثاق. يعتبر ميثاق العمل الوطني حجر الزاوية ونقطة ارتكاز في النهج الإصلاحي بقيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، باعتباره وثيقة سياسية تضمنت مبادئ عامة وأفكارا أساسية بهدف تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبلا. النهج الديمقراطي الذي اختاره جلالة الملك المفدى لمراحل صياغة الميثاق أتى معبرا عن إرادة الشعب وعن تطلعاته، ما جعل ميثاق العمل الوطني يمر بمراحل عدة حتى ظهوره إلى العلن ووصوله إلى التأييد الشعبي. ففي 22 من نوفمبر عام 2000 شكلت لجنة صياغة ميثاق العمل الوطني المكونة من 44 شخصية بارزة من نخبة المجتمع البحريني، والتي شاركت بفاعلية في مناقشة المحاور والأبواب الرئيسية في ميثاق العمل الوطني. وبعد صياغة الميثاق وتسليمه إلى جلالة الملك المفدى، جرى فتح الباب واسعا للنقاش المجتمعي ليبحر الميثاق في إطار ممارسة ديمقراطية حرة يتم تبادل الآراء فيها. وبعد النقاشات تسلم جلالته من اللجنة الصياغة النهائية للميثاق بعد إجراء كل التعديلات اللازمة عليه استجابة للآراء الشعبية بشأنه. الأجواء الإيجابية التي رافقت عملية الصياغة قادت الميثاق لطرحه للاستفتاء الشعبي العام للتصويت عليه في 14 و15 من فبراير عام 2001، الأمر الذي نتج عنه موافقة 98.4 من الناخبين على الميثاق. نهج إصلاحي دشنه جلالة الملك المفدى اتسم بالحكمة والعصرية، ما أكسبه احترام وتأييد العالم، فهو مواكب للاتجاه الديمقراطي. وجاء الدستور المعدل في عام 2002 مكرسا لهذه الإرادة الشعبية ذات المصداقية الرفيعة وغير المسبوقة.